السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور دلواحي. حلقتنا النهاردة استكمالا لسلسلة علاجات الصلع الوراثي وإعادة إنبات الشعر وملء الفراغات، وموضوع حلقتنا النهاردة عن اللوشن التايلاندي نيو هير لوشن، اللوشن اللي بيقال عنه ان هو البديل الطبيعي للمينوكسيديل والفيناسترايد. وعشان كده في حلقتنا النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن مكوناته، فوائده، الطريقة الصحيحة لاستخدامه، مين يستخدمه ومين ممنوع عليه استخدامه، وإيه هي الحالات المفيد فيها استخدامه. وإن شاء الله في آخر الحلقة هعرض لكم تجارب الناس اللي استخدمت اللوشن من مختلف الدول. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة مكوناته، بيتكون من إيه؟ أول حاجة مستخلص نبات الجينسنج، وده يعتبر البديل الطبيعي للمينوكسيديل، وبيشتغل بنفس طريقته في تحفيز نمو الشعر. طب بيشتغل إزاي؟ بيعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي بيزود من كمية الغذاء والأكسجين الواصلة إلى جذور وبصيلات الشعر اللي كانت مقطوعة عنهم بسبب فعل هرمون الدي اتش تي، وبالتالي بيعمل على تقوية جذور الشعر، تنشيط بصيلات الشعر الضعيفة والمنكمشة، كمان بيعمل على إصلاح الشعر التالف، كمان بيعمل على تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته، وكمان في ميزة مهمة جدا هو بيعمل على زيادة سمك الشعراية، زيادة سمك الشعراية. تاني حاجة مستخلص البالميت المنشاري أو السوبالميتو، وده يعتبر البديل الطبيعي للفينسترايد بدون أي آثار جانبية، وأنا قبل كده كنت عملت عنه حلقتين، إن شاء الله هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف للاطلاع عليها، وكمان الاطلاع على الدراسات اللي اتعملت عليه. وده بيتميز إن بيعمل على إيقاف عمل هرمون الدي اتش تي، وده طبعا الهرمون المسؤول عن تساقط الشعر في عملية الصلع الوراثي، وبيعمل له إيقاف بأكتر من طريقة. أول طريقة بيعمل على تثبيط إنزيم الفايفا ألفا ريدكتيز، وده الإنزيم المسؤول عن تحويل التستوستيرون إلى داي هيدرو تستوستيرون، وبالتالي بيمنع أي زيادة لهرمون الدي اتش تي من الأساس، يعني بيمنع السبب الرئيسي للصلع الوراثي من الأساس. والطريقة الثانية بيعمل إيقاف لعمل هرمون الدي اتش تي عن طريق الارتباط بالمستقبلات بتاعته في الجسم، وعلشان هرمون الدي اتش تي يشتغل صح لازم يرتبط بالمستقبلات الخاصة بيه في الجسم، ولما السوبالميتو يرتبط بالمستقبلات دي فبيصبح هرمون الدي اتش تي حر، وطول ما هو حر مفيش منه أي مشكلة. كمان بيتميز نبات البالميت المنشاري ان ليه خواص مضادة للالتهاب، وبالتالي بيحمي فروة الرأس من اي التهابات فطرية او بكتيرية، وبالتالي بيحافظ على صحة فروة الرأس. كمان الخواص المضادة للالتهابات دي بتمنع اي زيادة لافراز انزيم الفايف الفا ريدكتيز اذا كانت الزيادة دي سببها التهابات في فروة الرأس. تالت حاجة مستخلص الكنتالوب، وده بيتميز انه بيعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس، بيرطب الشعر وفروة الرأس ومنع جفافه. طب هنستخدمه ازاي؟ اولا هنمشط الشعر الاول قبل الاستخدام، وده لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس. بعد كده هنرش كمية مناسبة على بصيلات الشعر وفروة الرأس مع التدليك لمدة 5 دقايق، وده لتسريع عملية الامتصاص، وبعد كده هنتركه بدون غسيل، هنستعمله كم مرة؟ هنستعمله مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. طيب لمدة قد ايه؟ لمدة شهرين، كحد ادنى عشان نحصل على افضل النتائج الممكنة. في ناس جابت معهم نتائج بعد اسبوعين، في ناس بعد شهر، لكن افضل النتائج بنحصل عليها بعد شهرين. طيب مين اللي يستخدمه؟ الرجال والسيدات، الشباب والبنات. طب بالنسبة للاطفال؟ الاطفال ممنوع عليهم استخدامه، ممنوع يستخدم للاطفال. طب بالنسبة للحوامل والمرضعات؟ مع ان اللوشن يعتبر كل مكوناته طبيعية، لكن لازم استشارة الطبيب الأول في حالة الحمل والرضاعة، يجب استشارة الطبيب الأول. ونيجي للحالات المفيد فيها استخدام نيو هير لوشن. أول حاجة تساقط الشعر الوراثي، تاني حاجة تساقط الشعر الناتج عن الأمراض الموضعية زي صدفية فروة الرأس، الإكزيما الدهنية والثعلبة، تالت حاجة تساقط الشعر الناتج عن سوء الحالة النفسية، رابع حاجة تساقط الشعر الهرموني وده الناتج عن الخلل في الهرمونات، خامس حاجة تساقط الشعر الناتج عن الأنيميا وسوء التغذية، كمان مفيد جدا استخدام نيو هير لوشن للحية والحواجب، ودلوقتي هعرض لكم صور نتيجة تجارب الناس اللي استخدموا نيو هير لوشن.
وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومه مفيده وتكونوا استفدتوا منها. اي استفسار سيبهولي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.